إذن الشوط الأول بدايته كانت للزمالك بهدف من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، ونلاحظ أيضا الجماهير الزملكاوية التي حاولت اختراق الحاجز الأمني والدخول إلى استاد القاهرة بشتى الطرق كما تتابعونها وتشاهدونها مشاهدينا الكرام في منظر غير حضاري أبدا، لأن هذه العقوبة لابد أن تحترم من قبل لجنة الانضباط. وبالطبع كما نتابع هذه الصور يعرضوا فيها نفسهم للخطر كما نتابع. معنا طبعا المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الكابتن عزمي مجاهد. كابتن عزمي كل عام بخير ومرحبتين. وانت طيب حازم، وتحياتي لنجوم مصر المحترمين العزاز علينا جدا، الكابتن حازم والكابتن طارق. ربنا يخليك كابتن عزيز. نعم، المنظر الذي رايناه في ماتش الزمالك في الشوط الاول هو منظر غير حضاري كما تتابع. هذه هي الجماهير حاولت الاختراق. نعم، الحكم اخطا خطا كبير جدا. ما هو هذا الخطا؟ لان اللائحه واضحه، لو حصل اي اقتحام او اي حاجه بالشكل ده لابد من الغاء المباراه فورا. الغاء المباراه مش ينتظر يعني كما حدث؟ لا ينتظر. وبعدين هو يعني حصل اتصالات برئيس لجنه المسابقات، وكلمنا رئيس لجنه المسابقات ان لو حصل اي اقتحام لاي مباراه تلغى فورا بدون جمهور لابد الالغاء فورا، لان لابد ان يفرض القانون ويفرض والهيبه تعود للملاعب تاني. نعم، معنى هذا الكلام كمدير تنفيذي تقول هذا الكلام، الحكم اخطا بعدم الغاء المباراه، معنى ذلك ان المباراه لو تقدم اتحاد الشرطه باحتجاج في هذا الامر قد تعاد ينظر فيها؟ لا، ما ينظرش فيها، لان الحكم تعامل بدبلوماسيه شديده جدا وانتظر، وفعلا الوقت اللي خده الشرطه مع خروج الجماهير ما تتعداش دقيقه او دقيقتين، خد بالك. نعم، يعني حتى الحكم وقف المباراه 4 دقائق فقط. وهل يعني هم دخلوا وخرجوا بسرعه؟ نعم، لو كان استمروا ل5 دقائق او 6 دقائق او 10 دقائق كانت اتلغت المباراه، لكن الحكم برضه كان عنده شيء من الحكمه فيها برضه، واخد بالك؟ نعم، يعني لما شاف ان الشرطه سيطرت والناس خرجوا فعلا بدا المباراه تستكمل يعني. هذا لو لكن اللائحه واضحه جدا ان لو حصل اي اختراق لابد من الالغاء. لو بس خد بالك ان المجموعه اللي دخلت مجموعه بسيطه جدا من الشباب الصغير قوي، خد بالك يا استاذ حازم يعني. نعم، شنو يعني القرار المتوقع ان يكون؟ ايه؟ القرار المتوقع من قبل اتحاد الكوره بهذا الخصوص؟ بخصوص ايه؟ بخصوص ما شاهدناه من مشاهد طبق على طول. ما شاهدناه من مشاهد في الشوط الاول لمباراه الزمالك، يعني هل يتم اتخاذ المشاهد عباره عن ايه؟ المشاهد شاهدنا الشمروخ، بعض الشماريخ بتطلق، احنا شايفينها. تمام، نعم، بص خليك معلي الصوره واضحه، خلي الصوره ثابته وهتشوف هيخرجوا بعدها بقد ايه. هم زي ما تقول حاجه اثبات ذات لا اكثر يعني. نعم، فاهم. الامور برضه مش هحمل الشرطه اكتر من طاقتها برضه يعني. المفروض مين اللي دخلهم ومين اللي سمح لهم ان هم يخشوا، ومين اللي سمح لهم ان يخشوا كذا حاجز شرطه؟ نعم، دي برضو ما المسألة يعني عملية يعني سلسلة متكاملة مع بعضيها. نعم، مين اللي سمح لهم بالدخول؟ نعم، كابتن عزمي مجاهد مدير التنفيذي، خليك معنا لحظة دي. خليك معنا لحظة يا كابتن عزمي. معنا الكابتن عصام عفتاح خبير التحكيم الدولي. كابتن عصام معاك يا حازم. كابتن عزمي مجاهد مدير التنفيذي اتحاد الكورة قال ان الحكم خطأ فادح بعدم الغاء للمباراة، لان اللائحة واضحة، لو تم اقتحام الملعب من قبل الجماهير لابد المباراة أن تلغى مباشرة. طبعا ده كلام الحقيقة كلام خطير، لأن المفروض أن جميع الحكام معهم لائحة لجنة المسابقات. صح ولا غلط هو قانونية إلغاء المباراة بالصورة اللي كما ذكرها الكابتن عزمي؟ لا، احنا لو هنتكلم على القانون، مش من حق الحكم أن هو يلغي المباراة في حالة اقتحام الجماهير للمدرجات، إلا إذا كان في نص في لائحة المسابقة نفسها بتدي الحق للحكم انه يعمل كده. فواضح من كلام الكابتن عزمي انه كلامه صحيح، ان في فعلا لائحة اتعملت جديدة عندما تم تنفيذ عقوبة اللاعب بدون جمهور، ان عند اختراق للجماهير للمدرجات يلغي الحكم مباراة. لكن من الصعب ان حكم كبير زي محمد فاروق واللي باع طويل في الدوري المصري ما يطبقش القانون اذا كان حقيقي، عشان اكون صادق معاك. نعم، كابتن عصام لاحظ كابتن عزمي، خليك معنا كابتن عصام، لاحظ كابتن عزمي هذا المشهد شايفه؟ ممكن نرجع مع مضروب اهو،
شفت الشمروخ هنا. اه يعني هذا المنظر الاتحاد الكرة هياخد ضده اجراء؟ حضرتك لابد من، انت شفت حضرتك البيان اللي شفنا البيان وقرينا البيان في بدايه الاستوديو. ايوه نعم. لا تراجع عن تطبيق اللوائح، لا تراجع. نعم. ولابد والعلم يعني هتطبق وفي ضرب بيد من حديد على كل من يخالف. نعم. لا تراجع يا استاذ حاتم. نعم. يعني شايف المنظر حد يرضي بالمنظر نعم. ده؟ نعم. سمعت كابتن عزمي ما ذكره الكابتن عصام فتاح بخصوص بان القانون الحكم عليه ان ينتظر، لكن في انت ذكرت ان لائحه المسابقات تحمل هذا التوجيه والتنبيه للتحكيم او للحكم المباراه في حاله تم اختراق اقتحام الملعب تلغى مباشره دون الانتظار، فانت ذكرت ان الحكم كان استعمل حال دبلوماسيه او الحكمه يعني. أنا اتناقشت معاه في مباراة المحلة قبل كده، فاكر تتذكر اللي حصل نعم في مباراة المحلة؟ نعم. وأنا تناقشت معاه وقلت له يعني هو محمد فاروق يعني بياخد قرارات بهدوء وبحكمة شديدة جدا يعني، فبيقول لي أنا لو كنت لغيت مباراة المحلة كان حصل فيه كارثة بره. فهو برضه بيحاول يتعامل بحكمة، لكن تنفيذ اللوائح والقوانين لابد منها. نعم. وبعدين الاتحاد على فكرة احنا قعدنا مع وزير الداخليه، قعدنا مع وزير، وانا بالمناسبه بشكر الاستاذ اسامه هيكل وزير الاعلام اللي كان رد فعله سريع جدا لما حدث بالامس. احنا نتذكر امبارح نعم هذا جاء في البيان، يعني شكركم لوزير الاعلام. كابتن عزمي قال طبعا القرارات المنتظره تتخذ يوم الخميس في اجتماع المعلن يعني. استاذ حازم ولا ما فيها. نعم هتطبق اللائحه وما فيهاش فصال يعني. نعم اللائحه انت راي الكابتن حازم ولا الكابتن طارق في الموضوع ده؟ نعم الكابتن حازم بيتساءل ايضا عن اللائحه بهذا الخصوص. انا ما سمعتوش، انا عايز اسمعه. انا عايز اعرف اللائحه بتقول ايه يا كابتن في الموضوع ده لما يبقى في ماتش من غير جمهور والجمهور بينزل. انا مش عارف اللائحه بتقول ايه بصراحه. قال لك يلغى الماتش. لابد من 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 ايقاف المباراه فورا والغائها. يعني دلوقتي احنا دلوقتي ما تلغاش الماتش، يبقى هل نتيجه الماتش ملهاش معنى؟ لا يا اصل خد بالك يا كابتن حازم، القانون برضو في روح القانون. خد بالك ان في روح القانون، مش يعني العمليه مش دبح. شويه اولاد دخلوا وخرجوا بسرعه، فاهم ازاي؟ فالحكم تصرف بحكمته هو، يعني شاف حكمه ان هو يتريث في القصه، حتى يمكن لما دخلوا الاول لو لاحظت ما وقفش المباراه. نعم مظبوط صح. وبعديها وقف المباراه بناء على توجيهات من مين؟ بناء على توجيهات من المراقب. تمام. لابد يا كابتن حازم اللوائح تطبق، ولابد الهيبه ترجع للملاعب. نعم ما فيهاش فصال بصراحه يعني. الكابتن عزمي مجاهد المدير التنفيذي لاتحاد الكره، شكرا ليك. كابتن عصام عبد الفتاح طبعا ستكون معنا باذن الله بعد نهايه المباراه، ونتحدث معك كل التفاصيل حول هذه الواقعة وكثير من الحالات في هذه المباراة. أشكرك لضيق الوقت كابتن عصام فتاح خبير التحكيم الدولي الذي سينضم إلى الاستوديو إن شاء الله بعد نهاية المباراة. إذا هذا المشهد الذي نراه وهذه الصور التي نشاهدها من خلال استوديو الحياة والخاصة بكاميرا استوديو الحياة كما تتابعون. كما أوضح المدير التنفيذي بأن الحكم أخطأ خطأ فادح بعدم إلغاء المباراة، كان عليه أو يجب عليه إلغاء المباراة فور اقتحام الجماهير للملعب كما تنص لائحة المسابقات كما ذكرها. هذا ما شاهدنا، حبينا أن نعقب على هذا المشهد الذي كان الأبرز في هذا الشوط والذي أبعدنا الحقيقة عن الأمور الفنية اللي ربما نتحدث عنها بشكل سريع قبل انتقالنا للشوط الثاني. كابتن طارق يحيى، الزمالك حقق الهدف والفوز بهدف مقابل لا شيء في هذا الشوط، كان أداء الزمالك كيف رأيت؟ لا أداء الزمالك